محمد مدحت السويدي نائب رئيس شركة دار مدحت السويدي للطباعة قابلناه قبل كده في برنامج الجدعان، ويومها قلنا له إنه طريقنا الوحيد لاكتساح أسواق كتير في العالم لقدرته المبهرة على ابتكار عبوات مذهلة من الكرتون للتعبئة، والمفاجأة إنه صمم عبوات مخصوص لمهرجان التمور في سيوة، وبجد شكلها يجنن وتخلي المستهلك بدون تفكير يشتري علبة التمور كأنها علبة شوكولاتة. وطبعا ما تنسوش انه بيمتلك في المطبعة الخاصة بآل السويدي ماكينة اتش بي للطباعة 7 لون، وهي الأحدث والأغلى في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، تمنها لوحدها 42 مليون جنيه. وجودك هنا مهم جدا في مهرجان التمور. عندنا مشكلة، فيش جدال، عبواتنا مش حلوة. وجودك هنا يدينا أمل إن إحنا ممكن ندخل أسواق كتيرة جداً من خلال عبوات حلوة إن شاء الله، تفهم الناس إن المنتج المصري قيمته عالية جداً. مظبوط. أنت موجود النهاردة معاك عبوات كتيرة جداً، منها عبوات أنت صممتها عشان الناس تشوفها في المهرجان. مظبوط. عشان الناس تتعلم، عشان الناس تفهم إن التمور ممكن تتعبى بشكل مختلف. فرجنا. نبتدي بالعلبة دي. تمام. هي دي طبعا معموله على المكنه اللي حاجه جيت في المصنع مشكورا يعني وصورتها، ودي انتاج احنا عاملينه هنا بالفعل للمعرض. العلبه دي احنا اول ما شفناها في معرض جالف فود في دبي في 2016، وعلى مدار ال4 سنين احنا كنا بنشوفها، وكانوا المصريين يبقوا هناك منبهرين بالعلبه. وكان يجوا هنا بعد كده يا جماعه احنا عايزين نعمل دي، احنا عايزين نعمل دي. فالحمد لله السويدي للطباعه قدرت في 2022 ان هي بالفعل تعمل العلبه ونيجي بيها هنا ارض سيوه مهرجان التمور، ونفرج الناس يعني ايه الباكجينج الجديد، الناس ازاي تنافس بره مصر، الناس ازاي تصدر. طبعا العلبه دي كمقاس احنا نقدر نصمم لمقاس العلبه اي شكل لاي عميل لاي منتج. طبعا دي مثلا علبه تانية دي بتاخد مثلا تقريبا يعني 300 جرام تمر. دي علبه كبسولات اسبريسو يا عم. بالظبط الحلاوه دي. نفس الكلام برضو احنا عملنا العلبه 300 جرام تمر. 300 جرام تمر احنا عاملين هنا من اول التمريه الواحده والتمرتين والثلاثه لحد الكيلو والاثنين كيلو. محترف انت انك تعرف تخلي العلبه بارزه. يا رب تعملها حلو قوي يعني. شهاده اعتز بيها. لا التفاصيل كلها بارزه، بس التفاصيل اكتر بقى هنا تعجبك جدا بقى في الهرم. حاجة بقى بص على كل جنب في جوانب الهرم يعني. حلوة دي. هنا طبعا التكتشر بتاع التمر باين طبعا. هنا الجنبين بتوع الاهرامات باينين طبعا. كل ده مجسم فعلا. كل ده مجسم. امسك يعني الحجاره بتاعه الهرم مجسمه. بالظبط. بالظبط. هنا برضو الوش بتاع نيفرتيتي برضو احنا عاملين الوش ده امبليشمنت اللي هو يبان من اي مكان بيلمع. يعني هو لو بيأتراكت العين من اي رؤيه. نفس الكلام برضو الجنب ده برضو التكتشر بتاع الهرم. انت بتعمل ايدك كده تحس ان ده هرم بجد، حاجه كده طعم مصر. بالظبط. حلو على فكره ان احنا نعمل براند لمصر طبعا في التمور. طبعا طبعا طبعا. الحاجات دي هتبقى مكلفه ليا كراجل بتاع تمور. مظبوط. طيب بس مش التكلفه اللي مطلوبه بره. طبعا مطلوبه. مطلوبه طبعا مطلوبه بره. او قبل ما العميل ما بيدوقش المنتج غير لما العين اللي بتدوق الاول طبعا. فالنهارده لما انا اعمل علبه كويسه جدا واقدر انافس بيها على في السوبر ماركت اللي بره مصر عموما، سواء دول عربيه او دول اجنبيه، يعني دول بتاخد بمواصفات قياسيه محترمه جدا، فانا ازاي هنافس من غير علبتي ما تكون حلوه. حاج قلت قبل كده ان هناك انت تروح تشوف هناك علبه الطم تلاقي علبه كبيره جدا طبعا. عشان فيها الذهب، علبه الماس. بالظبط. عشان فيها تمرتين ولا ثلاثه من جوه. فهو هنا بيبيع لك الفكره نفسها. طب انت لما تنبهر دلوقتي في العلبه هتعمل ايه؟ اكيد هتشتري المنتج اللي جوه. وده اللي احنا بدورنا كسويد للطباعه ان احنا بنعمله. احنا عايزين نغير المفهوم، مفهوم الطباعه والتغليف عند المصريين، وبالتالي نغيرها بره مصر. انا جاي هنا بقول للناس يا جماعه تعالوا وانا هساعدكم ازاي انتوا تطوروا المنتج بتاعكم. ايه تاني عامله المعرض السنه دي؟ برضو نفس الكلام. دي برضو علبه كانوا كل المصريين يشوفوها بره مصر. معموله برضو بخامه محترمه جدا، وبرضو ما فيش حد هنا في مصر بيعملها. فاحنا هنا بالظبط ميد وذ لاف، صنعت بكل حب. بالظبط. واحنا حتى اللي مختارين السلوجان برضو، واحنا نقدر نعمل سلوجان لاي براند عايز يكبر ويسيطر اكتر على التمور ويصدر لكل مكان والناس كلها تبقى معروف. يعني ممكن نعمل له براند نيم بمجرد علبه. يعني العلبه بتخلق منتج. انت النهارده عشان تعمل منتج محترم لازم علبته تكون محترمه، وفي نفس الوقت بطمن اي حد. يعني مش معنى ان انا موجود في سيوه فانا ليا خط انتاج كبير وبخوف اي حد ان هو اقول له لا اقل حاجه تعملها 50,000 علبه. لا مفيش الكلام ده خالص. انا بقول للناس اللي عايز يبدا ب 100 علبه انا هعملهم له، ب 200 علبه انا هعملهم له، ويكبر مع بعض. الكرتونه الحلوه دي انت عندك، البارز عندك رائع. ربنا يخليك. التفاصيل بتاعة التمراية دي خلاص هتطلع بره الكرتونة. أكيد خلاص تقول لك تعالى كلني يعني. والله بجد. بجد. أيوة دي حقيقة فعلا. شاطر بجد. إحنا هنا بنعتمد على كده. هنا ده علبة بار بلح برضو.
دي بتاخد 4 تمرات او 3 تمرات على حسب حجمها. كل البلح اللي في الجنب واللي في الوش هنا برضو بارز. احنا بنخلي المنتج محسوس في ايد العميل. احنا قلنا الدهبي ده اسمه ايه؟ فويل. هوت فويل. هوت فويل. هوت فويل. صح كده؟ هوت فويل. بارعين انت قوي فيه. طبعا الحمد لله يعني. الحمد لله بنمتلك احدث الماكينات الحمد لله يعني. دي العلبه القفله ايه؟ بالظبط العلبه القفله. شوف يا جماعه العلبه دي، العلبه دي لوحدها كده، دي مفتوحه ايه؟ عايز تقفلها تجرب ما تعمل كده خلاص قفلت. سامعين التكه دي؟ دي القفله بتاعتها قفلت. مظبوط هي فعلا كده قفلت خلاص. دي برضو علبه جديده بتاخد تمرتين بس. يعني هي علبه يعني هي جيفت كده انت واخده من مصر يعني، وانت في المطار او انت في اي مكان وايه انسب حاجه تاخده من مصر هي دي. حاجه بتدل فعلا على مصر. صح. بس حاجه يونيك انت واخدها فعلا من مصر. قول لي ايه تاني يا صديق؟ لا لا ما شاء الله يعني عندنا برضو شنطه بلح اهي، كل حاجه فيها معموله هنا بالمذهب بقى. ايه الرقي ده فعلا؟ دي حقيقه. طب خليني اسالك سؤال. انت هنا مع افضل ناس بتوع طابور في مصر. مظبوط. مفيش جدال. مظبوط. الناس فاهمه الكلام ده؟ في طبعا ناس فاهمه، ما اقدرش اقول ان الناس مش فاهمه، لا طبعا في ناس فاهمه وفي ناس عندها فكره قويه جدا، وفي ناس طبعا لسه احنا بنفهمهم. هم الناس دي ما تعرفش ان التكنولوجيا بقت موجوده في مصر، فاحنا جايين هنا بدورنا لحد مكانه احنا بنفهمه وبنقعد معاه وبنفرج الناس على كل حاجه. بييجوا يسالوك كرتونه دي ازاي؟ طب بكام؟ طبعا طبعا طبعا. ناخد كام واحده؟ بييجوا طبعا يسالوا، بييجوا يفهموا. طب لو انا عايز اعمل تمرايه، طب انا عايز اعمل 2، طب انا عايز اعمل نص كيلو، طب انا عايز اعمل كيلو. في ناس مجرد ما بتقول لي بس ايه هي بتحلم بايه، انا ابتدي من هنا فعلا انفذ. يعني انا بشوف بس هو بيفكر في ايه وانا بقول له اتفضل المنتج بتاعك اهو. نرجع المصنع تاني نبدا بقى ندرس كل عميل على حاله وبعدين نبدا نطلع له العلب بقى. في اقل من شهر مثلا شغله بيكون ظهر.